نيجي بقى لحاجه يقول لك ايه internal control cube. كيوب ده بيقول لك ايه، انت عايز تحقق اوبجكتيفز معينه اللي هي الاو ار سي اللي اتكلمنا عليها قبل كده، الاوركل اوبريشنز وريبورتنج والكومبلاينس، على مستوى يونت في الشركه وعلى مستوى اكتيفيتي في الشركه، اللي هو بيصب في النهايه في حجم الشركه ككل او في مستوى الشركه ككل. من خلال ايه بقى، ايه المقومات او اللي يسموها الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول، وده العنوان الثالث معانا. ايه اللي انت محتاج تعمله عشان يبقى عندك انترنال كنترول سيستم ناجح تحقق بيه الاهداف دي في كافه المستويات دي؟ عشان كده حطوا الكلام كله في كيوب واحد. جات الكوزو برضو الناس بقى اللي هما منوطين بالانترنال كنترول، قال لك في انتر ريليشن ما بين الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول كومبوننتس دي او سيستم، سموها برضو كرايم، CRIME. دي طريقة جميلة جدا، ما دي برضو شبه الكيوردز، يعني زي ما انت تاخد 10-15 نقطة تطلع منهم 15 كلمة يفكروك، تاخد 15 حرف تعمل منهم كلمة يفكروك او كلمتين يفكروك، ليه لا؟ ممكن انا حطيت برضو بوست على حتة النظري لو شفته قريب، ممكن ترسم مايند ماب، ترسم تشارتس، ترسم حتى زي قلت لهم مثال انسان آلي او الكلام ده، وتحط مثلا دراعه اليمين الخصائص ودراعه الشمال العيوب وصدره معرفش الكاركترستكس او البنفيتس او واتيفر، انت معايا ازاي؟ اي حاجه تفيجوالايز العمليه بالنسبه لك، سواء اذا كان بقى كيورد، حرف تكون منه كلمه، رسمه، ايا كان، المهم تفيجوالايز الكلام. انما ما حدش ينفع يذاكر باراجراف على بعضه كده، ما ينفعش. فك الباراجراف، فكوا في نقط، فكوا في كلمات، فكوا في حروف، فكوا في رسمه، المهم تفك الباراجراف بالطريقه اللي تريحك وتخليك تسترجع المعلومه بسهوله. نرجع تاني لكلمه كرايم اللي هي الانتر ريليتد كومبوننتس بتاعه الانترنال كنترول. سي للكنترول اكتيفيتيز، تمام، كومبوننت، هعمل ايه، الفريم ورك اللي هشتغل فيه عشان يبقى عندي كنترول سيستم. ها ار ريسك اسسمنت، زي ما هنشوف ان انا لازم احدد الريسك واسس واعمل اسسمنت للريسك عشان اشوف ايه الكنترول اللي هطبقه عليه. اي انفورميشن وكوميونيكيشن، موضوع كله اباوت انفورميشن وهنشوف ازاي. ام مونيتورنج، ودي يمكن اخر نقطه هناخدها في الكومبوننتس كلها. الاي بقى كنترول انفايرمنت، ويقول لك ان الكنترول انفايرمنت دي اول نقطه هنتكلم فيها وهي الفاونديشن بتاع اي انترنال كنترول سيستم ممكن تنشئه وتشتغل عليه. هي بس جت في الاخر عشان بس كلمه كرايم يبقى شكلها ايه حلو، فانا ممكن استعمل كلمه كرايم افتكر كنترول اكتيفيتيز، ريسك اسسمنت، انفورميشن كوميونيكيشن، مونيتورنج، كنترول انفايرمنت، بس انا عارف ان اهمهم والاساس بتاعهم كنترول انفايرمنت، ولذلك هنبدا بالكنترول انفايرمنت. كنترول انفايرمنت هتلاقي الكلام فيها عام قوي، تشمل معظم الحاجات اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده، هنشوف. ولذلك اقول لك هي ايه الفاونديشن اوف انترنال كنترول، مبنيه على موضوع التون ات ذا توب بتاع البورد اوف دايركتورز والسينيور مانجمنت والكلام ده، اطار عام. الكنترول انفايرمنت ده الاطار العام اللي انا بشتغل فيه. بص، في ايه، في مانجمنت فيلوسفي، هي الناس دي فعلا عايزه تحقق كنترولز ولا لا، مهتميه ولا لا، بتتابع ولا لا، عشان لو ده حصل كل اللي تحت منهم هيهتم. الجو العام بالظبط، في اهتمام بحته الانترنال كنترول. يبدا بقى كل واحد تحت في التفاصيل يهتم بالحته بتاعته، ويقول لك الكلام، الموضوع مش بالكلام، بالاكشن، يكون هم فعلا الاكشن بتاعهم ماشي في اتجاه الكنترول دوت. اورجانيزيشنال ستراكشر، ستراكشر بتاع الشركه، ترتيب الوظائف، الناس اللي موجوده في الشركه، مين هيأثورايز ايه، مين بعد مين، مين قبل مين، كل ده بيخش في الفريم ورك بعد كده بتاع الانترنال كنترول. هتلاقي الكلام زي ما بقول لك اطار عام، فريم عام تشتغل فيه، جواه بعد كده كنترول سيستم ديتيلد، مانجمنت فيلوسفي، اورجانيزيشنال ستراكشر، بوليسيز وبروسيجرز، اظن مفهوم، كوربريت جوفرنس، ها، اوبجكتيفز اند جولز، كله كلام عام، اطار عام. لو ده مش موجود وانت عينك على الكلام ده كله، ما بقاش عندك الاطار العام
اللي هتخش تشتغل جواه تشوف بقى الديتيلز بتاعتك عامله ازاي والكنترولز بتاعتك عامله ازاي. عشان كده قالك ان الكنترول انفايرمنت هي اساس او الفاونديشن بتاع اي انترنال كنترول سيستم، وهي اول نقطه المفروض نتكلم فيها. تمام، ولكن هي حته كرايم بس، فالاي جايه في الاخر، دي حاجه شكليه بس لمجرد ان احنا نفتكر. يقول لك assignment of authority responsibility مهمه جدا كاطار عام اشتغل فيه برضو كان كنترول انفايرمنت. لو ما تحققش مين مسؤول عن ايه، مين يمضي قبل مين، مين يمضي بعد مين، ديتيلز بتاعت الكلام ده بعد كده هتتبني على القصه دي، هتتبني على الاورجانيزيشن ستراكشر بالظبط. هتطول المسؤوليه، ويمكن اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، هتطول المسؤوليه، ريسبونسبيلتي مش هتبقى موجوده. تمام، الكلام ده ممكن تبص عليه مثلا في 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 جوب ديسكريبشنز الناس بتشوفها. انت معايا ازاي؟ في نقطه مهمه هنتكلم فيها برضو في تفصيل بعد كده، اقول لك لاينز اوف ريبورتنج، مين هيريبورت لمين، وسيجريجيشن اوف ديوتيز، افصل الديوتيز عن بعضها. فعش ان انا واحد ماسك مفتاحين الخزنه مثلا، ده لو هي ليها مفتاحين، او ان انا في 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 الدراسه بتاعتنا يقول لك ان انا امسك خزنه مثلا واسجل حركه النقديه في الدفاتر بتاعتي، بقى في ايديا النقديه وفي ايديا الدفاتر، خلاص الموضوع انتهى. وفي اربع وظائف معينه لما نيجي نتكلم في تفاصيل السيجريجيشن والديوتيز بعد كده هنحددهم بالتحديد، منهم الاوثورايزيشن والريكوردنج والكلام ده كله. فده الاطار العام شكل عام قوي، مانجمنت فلسفي، اورجانيزيشنال ستراكشر، بوليسيز وبروسيجرز، اوبجكتيفز اند جولز، اساينمنت اوف اوثوريتي اند ريسبونسابيلتيز، كل دي قوام الكنترول انفايرمنت اللي هيشكله انفايرمنت اللي هتبقى فاونديشن ان انا ابدا احط انترنال كنترول سيستم ناجح. تمام، طيب احنا قلنا كرايم، طيب من ضمنها ريسك اسسمنت. قال لك بدايه الموضوع انك تايدنتيفاي ريسك، احنا قلنا مش هينفع اعمل كنترول من غير ما يبقى فيه ريسك، فانا لازم على الاقل ابقى فاهم نوع الريسك اللي انا خايف منه ايه. هل انا خايف من دامج ولا انا خايف من سيفت، تفرق في التعامل معاها صح. طيب واسس الريسك ده، ان قيمه الايتم او الاكتيفيتي او الترانزاكشن اللي انا هتعامل معاها هيتوقف عليها قيمه الكوست اللي انا هدفعه في الكنترول عشان اوافق حته، او ان ما اعملش كنترول اصلا، ربما قيمه القصه اللي انا خايف منها او عليها ريسك دي بالنسبه لي مش ريليفنت قوي يعني. تمام، مش سيجنيفيكانت. انت معايا ازاي؟ فلازم اعمل ايدنتيفاي ريسك و اسسمنت للريسك ده عشان اقدر احدد الكنترول اللي هعمل بيه ميتيجيشن للريسك اللي انا خايف منه ده. تمام، طيب ولذلك اقول لك انت محتاج ريسك اناليسز تو استيميت ذا سيجنيفيكانس اوف ايتش ريسك، حجمه واهميته عامله ازاي، اللايكلي هود والفريكوينسي بتاع الريسك بيحصل قد ايه. هل انا خايف من زلازل مثلا، فانا في منطقه فيها زلازل فالفريكوينسي بيحصل كتير، فيبقى اكيد قيمه التامين هتبقى اعلى. ولا انا ما عنديش اي زلازل خالص بتحصل في بلدي، فيبقى حرام عليا ان اروح احط فلوس في زلازل مثلا ممكن احطها في فيضانات، لو هي الفيضانات لايكلي هود تحصل اكتر في المنطقه اللي انا موجود فيها. تمام، في حته السيجنيفيكانس مع الفريكوينسي مهمين كريسك اناليسيس، بتحصل قد ايه، اللايكلي هود ان الريسك ده يحصل قد ايه، سيفت، هل القابليه عاليه ولا المنطقه دي لا منوره كتير وفي ناس كتير وحركه على طول وانا مش خايف منها بالظبط كده. طيب قال لك to consider how each risk should be managed by assessing what actions need to be taken. احدد بقى، خلاص انا حددت الريسك، عملت assessment للسيجنيفيكانس بتاع الريسك، للفريكوانسي بتاع الريسك، ابدا اشوف بقى هتعامل مع الريسك ده ازاي، بانهي طريقه كنترول. لان اكيد لو انا سيف جاردنج، لو انا سيفت، لو انا دامج، لو انا اوبسوليسنس، اكيد كل ريسك من الريسكس دي هتعمل بطريقه مختلفه. يعني انا لو انا عندي حته دامج مش هبني سور، هبني السور لو انا خايف من السيفت. يعني كل ريسك اكيد ليه كنترول تقدر يبقى رياكشن مناسب ليه، يبقى ريزونبل ليه. تمام، نتكلم بقى في كرايم سي ار. قلنا الريسك، خلصنا الريسك اسسمنت، سي اول واحده بقى اللي هي كنترول اكتيفيتيز، اللي هي الفريم ورك بقى نفسه بتاع الكنترول سيستم، الكور بتاع العمليه، هتعمل ايه، ايه الخطوات اللي هتعملها في البروسيس بتاعتك في شغلك كاوبريشن او كحسابات، هي دي اللي يقصد بيه الكنترول اكتيفيتيز اللي هي الفريم ورك.
اللي هي عارف لما بيجوا الناس بتوع الانترنال اوديت انت اكيد بتشوف الكلام ده بيجي معاه زي كتاب كده 50 60 صفحه وتشيك ليست بقى وتعالى بقى نمسك ايتم ايتم ونعدي على حته حته او تشيك ليست والحته اللي محتاجه كتابه يقوم كاتبها ويبدا بقى يعلم. طب انت عندك كام واحد اوثرايز ان هم يمدوا الشيكات؟ انا عندي 2 مثلا. طب علم عليها اسمهم ايه بقى؟ يوم كاتب اساميهم. طب هات لي بقى الدوكيمنت اللي يخص الحته دي. نوع من الاوديت ونوع من الكنترول. تمام؟ ويبدا يخش حتى في الشيكات ويشوف هل الكلام ده حقيقي مش حقيقي، يجيب مانديت من البنك انت فعلا بتجستيفاي ان فعلا الشركه دي ليها 2 بس اللي بيمدوا الشيكات ولا لا. ده كمثال. ده كمثال بالظبط. ده كمثال. فواتيرك متسرياله وليها ارقام ولا لا؟ كنترول عشان محدش يروح يبيع ويعمل الكلام ده كله. كنترول هي تفاصيل الكنترول بقى، هي دي الكنترول اكتيفيتيز، هي دي الفريم ورك اللي هو الجايد اللي بيجي بيه الانترنال اوديتور بتاع الشركه او البنك او ايا كانت المؤسسه ويمشي بتشيك ليست ويقعد بقى يعلم ايه ده صح وده غلط ويبدا لما يجمع النقط دي في الاخر يحدد ده هاي ريسك ولا لو ريسك ولا الدنيا ماشيه ازاي. فيقول لك ان الكنترول اكتيفيتيز بصفه عامه في قطاعين مهمين فيهم، يعني لو فصصناهم يقول لك في preventive controls و detective controls. preventive controls دي اللي هي انت بتأمل ان هي prevent ال error قبل ما يحصل، to prevent تمنع، فيفترض انها تحصل قبل ما ال error يحصل. يقول لك عادة ان هي بتبقى cheaper و easier. طبيعي ان انت لو ال error حصل ممكن يكلفك اكتر عن ان انت تمنعه، ده يتوافق تماما مع مثلا اللي يقولك الوقايه خير من العلاج. تمام. اتس هايلي فيزيبل، دايما تقدر تشوفها بعينيك. زي ايه؟ حاطط لك امثله. يقولك الفنس هيدج، تعمل سور حوالين المصنع بتاعك عشان ما يسرقش، بريفنتيف، انت بتحاول تمنع السرقه. مش معنى كده ان الحرامي مش ممكن ينط من على السور لسه ويسرقه، فالريسك لسه موجود، بس انت عملت ميتيجيشن للسيفت ريسك. لوك دورز نفس الكونسبت. سيكيورتي جاردز، واحد واقف يراقب المنطقه او يراقب الباب او المدخل او المخرج او الكلام ده كله. انت بتحاول تمنع السرقه، مش معنى كده ان محدش ممكن يهاجمه بسلاح، ممكن يحصل، الريسك لسه موجود، بس انت بتحاول تقلله. تحط كاميرات، تنور، تزود اناره، كشافات، الكلام ده كله. سيجريجيشن اوف ديوتيز اللي قلنا قبل كده، دي تعتبر من ضمن البريفنتيف كنترولز، لانك لو فصلت وظائف الناس الصح من البدايه ما خلتش في واحد حاجة قرارين او 2 اكشن يقدر ياخدهم بحيث ان هو يتلاعب بمقدرات الشركة زي ما بيقولوا، يبقى انت بتحاول تبريفنت المشكلة قبل ما تحصل. عشان لو جات لي في السؤال من الاسئلة ان السيجريجيشن اوف ديوتيز تعتبر من البريفنتيف كنترولز مش من الديتكتيف كنترولز. الديتكتيف كنترولز يقول لك calls attention to an error that has already entered the system. الايرور حصل خلاص، but before a negative outcome. يقول لك زي موضوع البيتي كاش مثلا، ايه كاونت، انت النهارده عملت ريجولر فيزيكال تشيك على الخزنه مثلا، جيت وانت بتراجع مع الراجل بتاع الخزنه اكتشفت ان في 100 جنيه ناقصه، 100 دولار ناقصه ايا كان. الايرور حصل، بس قبل ما المشكله تتفاخم وتتضخم، وطبعا هيرجع تقديرك للوضع ده ساعتها، هل ده حصل ايرور ولا حصل سيفت ولا حصل ايه، هيبان الكلام ده وانت شغال في البروسيس بتاعت الاكتيفيتي دي، هتقدر ساعتها تتدارك الموقف، هتشوف، هتحط البنالتي على الراجل دوت حسب البوليسي بتاع الشركه، هتخليه يدفع الفلوس، هتعوضها ازاي، هتشوف، هتلحق نفسك انت تتوافق مع العمليه دي ازاي. يبقى البريفنتيف قبل ما المشكله تحصل. الديتكتيف المشكله حصلت بس قبل ما تاثرها السيء يبان على الشركه او ياثر على الشركه. تمام. وحط لك بعض امثله مهمه جدا وقلت لك هنتكلم فيها، زي موضوع كاوبريشن جوه كنترول، كنترول اكتيفيتي فريم ورك، الجايد اللي الناس بتمشي بيه، تشيك ليست وتشوف ده حصل ده حصل ده حصل ده ما حصلش ده ما حصلش ده ما حصلش، ويبدا بناء عليه يقول لك انت ناجح في الكنترول بتاعك ولا مش ناجح في الكنترول بتاعك. الاوبريشن بتاع الكنترول ايه؟ اداك شويه امثله مهمه. قال لك سيجريجيشن اوف ديوتيز، يفصل في مهام معينه لازم يحصل فصل بينها. ده تو ريديوس ذا ريسك، احنا قلنا ده بريفنتيف كنترول. تو ريديوس ذا ريسك اوف ايرورز or inappropriate activities. ما هي برضو الفكرة ان الموضوع ممكن يحصل in intentionally فيكون error، النية مش مبيتة بصفت مثلا او بدمج متعمد، ده error،
او inappropriate activity، يعني قد يكون في intention ان يكون في theft. فانت لازم دايما وانت بتحط الكنترولز بتاعتك حسب بقى طبيعة النشاط وطبيعة الاكتيفيتي وطبيعة الترانزاكشن، انت دايما بتحط الكنترول بتحاول ان انت تتلائم مع الحاجتين دول، ان هي موجودة ولا مش موجودة. يعني انا بحاول اتفادى الايرور وفي نفس الوقت بتحاول اتفادى الثيفت. طيب فيقول لك no individual بصفة عامة حتى على مستوى السينيور مانجمنت المفروض ما تخليهوش perpetrate and conceal irregularities، يعني هو ما يعملش حركة كده مش ولا بد ويقدر يكفر على نفسه بيها. ده أساس القاعدة العامة للسيجريجيشن اوف ديوتيز. مثلا لا ده هنا هو قصده ايه بقى، ما ينفعش يعمل المصيبة ويداري على نفسه. انت معايا ازاي؟ بريبيرينج وتشيكن بقى دي بعد كده يقول لك ايه، في أربعة بيزك ريسبونسابيلتيز نعرفهم، دول ما ينفعش تخلط بينهم في الشغل، ما ينفعش واحد يعمل اتنين فيهم. authorization يبقى اللي بيابروف البيمنت مثلا ما يقدرش يعمل ريكوردينج، ما يروحش يسجل في الدفاتر، واللي بيابروف او يعمل ريكوردينج ما يقدرش يعمل فيزيكال كاستدي، ما يبقاش امين مخزن، ما يبقاش امين خزنه، ما يكونش عنده الانفستمنت سيكيورتيز بتاعت الشركه مثلا اللي الشركه بتنفست فيها ككاستدي كحيازه، انا قافل عليها في الخزنه وامين عليها. تمام، يبقى الاثورايزيشن افصلها عن الريكوردينج، افصلها عن الكاستدي، افصلها عن الريكونسيليشن. يعني يجي يقول لك ايه الريكوردينج ده اللي انت بتسجله في الدفاتر يسميه ايه، وات وي شود هاف. لما بسجل في الدفاتر يبقى ده وات وي شود هاف، المفروض عندي 100,000 دولار في الخزنه مثلا. وبعدين يجي بقى الفيزيكال كاستدي، الراجل اللي معاه مفتاح الخزنه، what we actually have. يعني انت لو فتحت الخزنه المفروض تلاقي 90,000 دولار مثلا اللي لقيتهم عنده، يبقى الراجل اللي مسجل في الدفاتر مسجل 100,000، يبقى ده what we should have. الراجل اللي عنده الخزنه مع المفتاح عنده 90,000، what we actually have. الريكونسيليشن بقى بتحصل ما بين الريكوردنج اللي هي what we should have وما بين الكاستدي اللي هو what we actually have. يبقى افصل بين الاربع وظائف الاساسيين دول عشان احقق السيجريجيشن اوف ديوتيز، الاثوريتي والريكوردينج والكاستدي والريكونسيليشن. يبقى الراجل هيجي يعمل ريكونسيليشن لا بيسجل في الدفاتر ولا الحاجه في ايديه. حتى دايما وهتيجي بص تبالك في النقطه اللي بعدها يقول لك اندبندنت تشيك اند فيريفيكيشنز. تمام، involves two conditions. يقول لك ايه، no involvement of asset custody. يعني الراجل اللي رايح يعمل independent check مثلا عشان يعمل، لو قلنا لو افترضنا ده اللي هيعمل reconciliation، ما يكونش عنده involvement مع asset custody وما يكونش connected مع original transaction recording. تمام ازاي؟ دي مش في ايديا ودي مش في ايديا. انا عايز اقول يعني انا لا انا امين مخزن ولا انا اللي بسجل حركة المخازن. انا طبعا يهمني دي فيها كام ودي فيها كام عشان هعمل ريكونسيليشن بينهم واشوف الفروقات فين والفروقات حصلت ليه والكلام ده كله، بس انا ما ينفعش اكون واحد من الاثنين دول عشان اضمن الاندبندنسي. لان هو لو واحد من الاثنين دول ما ممكن يتفقوا مع بعض، الراجل اللي بيسجل مع الراجل اللي، فانا جايب لهم واحد منهم في النص عنده اندبندنت تشيك اند فيريفيكيشنز مثلا. طيب سيف جاردن كنترولز مهمة قوي في حتة الأسد، سواء إذا كانت أصول ثابتة، سواء إذا كانت أصول متحركة زي الخزنة زي النقدية زي ما عرفش إيه زي الكلام ده كله. يقولك includes limit access to the asset، المعدة بتاعتي مش أي حد يخش يشتغل عليها، أنا المسؤول عنها، أنا اللي واقف على المكنة بتاعتي، ما تجيش أنت تقف على المكنة بتاعتي ممكن تبوظها. مسؤول خزنة مش أي حد يخش خزنة المطعم. ايوه تلاقي على الكافيتيريا او المطبخ يقول لك ايه مثلا specified stuff only، مش عايز واحد يخش ايده مش نظيفة يحط ايده على المطبخ على الحوض بتاع الخضار ولا الحوض بتاع اللحمة يجيب له مصيبة. ففي areas مش عيب خالص ان انت تلمت الاكسس عليها بالظبط بالظبط. كل اكسس كارد مخصوص بالمنطقة خزنة البنوك، استحالة واحد يكون بيخش يشوف خزنة البنك فيها ايه الا اذا كان اكيد ناس معينه. ما كل ده من ضمن الايه، كنت الاكتيفيتيز اللي بتحصل كاوبريشن جوه الكنترول. طيب من ضمن الامثله يقول لك سيكوينشال بري نمبرد فورمز، زي ما قلت لك موضوع الفواتير. لو انا مش حاطط فواتير متسريله ممكن يجي الراجل
يقطع يعني ياخد اي ايراد ويقطع الفاتوره بتاعته، ما فيش رقم اراجع عليه بيه. الشيكات لازم تبقى مستريله والا الدنيا راحت مني في داهيه. اه لا هعرف اعمل بقى بنك ريكونسيليشن، اعرف اشوف انا صرفت ايه من بنك ولا مين ما صرفتش ايه ولا مين مضى ولا مين ما مضاش والدنيا راحت مني في ده. في كده دوره مستنديه معينه لازم تكون متسريله، ما ينفعش ده من ضمن الكنترول. يقول لك سبيسيفيك دوكيمنت فلو، ودي مهمه برضو اللي هي الدوره بقى المستنديه لسه كنت بكلمك عليها. مين هيروح فين يسمع عند مين، مين هيمضي، مين هيمضي بعد مين. وهعمل عندي في الشركه نفس الكلام ده، خلي بالك عامل جايد للاكاونتنج ديبارتمنت والناس بتاعه الاوبريشن عامله جايد ليهم. الدوره المستنديه عندي عامله ازاي وتشمل بقى البوليسز والبروسيجرز اللي المتعلقه بيها. يعني انا لو اقول مثلا حركه الخزنه البيتي كاش هيمضي عليه الراجل اللي هو طلب الفلوس دي تتصرف، ويجي الراجل بتاع الخزنه يمضي له، ويجي الراجل التشيف اكاونت يمضي له، بعدين يجي المدير المالي في النهايه يمضي له. خدت كل الاوثرايزيشن بتاعتك، صرفت الفلوس دي، الخزنه بقى نفسها ماكسيمم مثلا من ضمن البوليسز يبقى فيها 10000 جنيه او 20000 جنيه او 30000 جنيه. بشتغل بنظام استعاضه، كل ايراداتي تخش البنك وكل مصروفاتي تطلع من البنك. الخزنه وسيط، مجرد وسيط عهده اصرف بس امشي الديلي اوبريشن، انما معظم شغلي يخش على البنك ويطلع بقى. ففي بوليسز وفي بروسيجرز وفي اجراءات. اللي تشيك يبقى معاه انفلوب زي الاصفر انت شايفه ده يتدبس فيه عشان اسجل عليه كافه البيانات الخاصه بالانفلوب، وكمان ياخد الاوثرايزيشن بتاعته، مين هيأثرايز التشيك زي ما حصل في البيتي كاشز. فدي كلها امثله للناس تفهم يعني ايه دوره مستنديه، وليها علاقه بالانترنال كنترول. يعني ما بشرحهاش من وجهه نظر دوره مستنديه، انا بشرحها من وجهه نظر انترنال كنترول. هو ده سبب عشان تعمل بريفنتنج فرود مثلا، مثلا وهنتكلم على الفرود في الاخر بالظبط. يعني او ان انت يحصل لص التشيك، او ان انت لو مثلا لغيت التشيك في النهايه انت هتدي الشيك لواحد يصرفه، فاصل الشيك مش هيبقى عندك. فلما الزم الموظف ان اول دوره مستنديه عندي ان يبقى عندي انفلوب مثلا زي ده، يبقى انا على طول اكيد هصور الشيك وادبسه في الانفلوب بتاعه. وقيس على كده بقى حاجات كتيره، مخزنك شغاله ازاي، في بيرشز ريكويست بيحصل، تروح تشتري بالبضاعه، تجيب فواتير، الفواتير تتراجع، تطلع مخازن بريكوزيشنز ثانيه، تصرف للارياب بتاعتها، الارياب بتاعتها تمضي على ريكوزيشنز وتستلم. كلها دورات مستنديه مرتبطه بحته الابروفلز والاوثرايزيشنز والسيريال نمبر، وان الحاجه تسمع مع بعضها عشان في النهايه تبقى انت ضامن ان كل شيء، او مش هقدر اقول مظبوط 100%، بس هقلل هقلل ريسك ان حاجه تضيع، هقلل ريسك ان حاجه تدمج. الراجل لما اعمل كارت صنف بتاريخ جوه المخزن، الراجل بقى عينه على الحاجه، عرف امتى الحاجه تبوظ وامتى ما تبوظ. الراجل بتاع الاوبريشن عنده حاجه مشابهه ليها، يعرف امتى يطلب ماتيريال وامتى ما يطلبش، فما هدرش فلوس، ما ركنش فلوس على جنب. دوره مستنديه مهمه جدا. الكلام ده بيتحط في ورق وبيتكتب في صوره جايد، انا مشيت انت مشيت ده مشي، الناس اللي بتيجي بعد كده بتيجي تقرا الكلام ده وتضيف عليه وتشيل منه وتزود عليه حسب حاجه العمل وحسب وجهه نظر كل واحد. دي كلها يعني بنحاول نحاكي كتير ان احنا نفتح بس موضوعنا، زي ما اقول لك موضوع انترنال كنترول بحر واسع، وممكن حد يعجبه نقطه معينه يخش بقى يدور على النت ويحاول يقرا ويوسع مداركه والنوليدج بتاعته حوالين النقطه دي. تمام، يعني بحاول ان انا اوضح اكبر النقط الممكنه على قد ما اقدر، يعني ان الموضوع ما ينتهيش. يقول لك كومبنسيتد كنترولز، طب انت لا عارف تعمل سيف جاردنج ولا عارف تعمل اندبندنت تشيك ولا عارف تعمل سيجريجيشن اوف ديوتيز ولا عارف تعمل سيكوينشال بري نمبرد انفويس ولا الكلام ده كله، في كومبنسيشن ممكن يحصل، كومبنسيتنج كنترولز تحصل تعوض الكلام ده. يعني ايه؟ التوب مانجمنت عايز يشتري ارض، اخلي اتنين يعملوا الموضوع، كومبنسيتنج كنترول، ما انا ما عنديش كنترول اقدر اطبقه على التوب مانجمنت على السينيور، خلاص يعني الناس دي في التوب فوق وهم اللي حطوا الكنترولز بنفسهم. اتحايل على القصه بان اخلي شكلها ظريف وخلي اتنين اللي يعملوا الموضوع، واحد يروح يتفق على ثمن الارض والتاني يروح يمضي العقد بتاع الارض، ما خليش بقى واحد يروح يتفق وهو اللي يمضي وهو اللي يدفع. طب عايز اوزع الدنيا معايا. طب الفرود، طبعا الفرود لاهميته اتحط في نقطه لوحده، لان ده حاجه الفرود طبعا اللي هو يعني السرقه البينه، يعني ما فيهاش كلام، فدي ما فيهاش فصال، يعني اي ايرور نقدر نفاصل فيه، واي ايرور ليه بينالتي معين وممكن ترجع الفلوس وممكن مش عارف تصلح المكنه وممكن نعاقبك وممكن نجازيك. الفرود ليه معامله خاصه تماما. من اهم الكاركترستكس فيه ان يبقى فيه انتشنال
ان هي مبيته ان في كولوجن، خصوصا لما يبقى في اتنين يتحايلوا على الكنترولز اللي موجوده ويتفقوا مع بعض ان هم يجمعوا الثورايزيشنز بتاعتهم ان هم يلفوا حوالين الكنترولز. يقول لك ايه؟ when two or more individuals get around the controls, get around the controls. وفالسيفيكيشن طبعا دايما يقول لك في قصه الفروت ده لازم يبقى ريبورتد، ما ينفعش ان انت تتغاضى عنه، ما ينفعش ان انت تقول هو سيجنيفيكانت ولا مش سيجنيفيكانت. يعني زي ما هنشوف بعد كده يقول لك في بعض الديفيشنسز لو هي سيجنيفيكانت ديفيشنسز، لو هي ماتيريال ويكنسز ساعتها تعمل ريبورتنج. الفروت ما فيهوش الكلام ده، حصل في دولار زي 100,000 دولار، نجح ما نجحش، ما هو قد واحد يحاول يعمل فرود وانت تكتشف عن طريق الدوكومنتس ان هو ما نجحش، برضو هتتعامل معاه على انه تم، لان هنا الانتنشن وجدت. فدي مهمة قوي النقطتين دول. طبعا عرفنا هو intentional collusion falsification، وحتة ان هو سواء successful او not successful لازم يبقى reported وتتعامل معاه، وسواء ان هو significant او non significant، material او not material. تمام، ده بالنسبة للcontrol activities. يبقى احنا قلنا control activities crime C control activities و R risk assessment و I crime صح CRI information and communication. احنا قلنا ايه في الاخر بقى اللي هي control environment؟ انا بحاول اغطي الكلمة يعني information والام المونيتورينج بالظبط، وهم اخر نقطتين، وهم خلاص اخر نقطتين في السيشن ان شاء الله. طيب الانفورميشن قال لك obtained from and communicated to people، موضوع كله على الانفورميشن. انت النهارده كراجل توب مانجمنت وبتحط كنترولز وبتحط بوليسيز وبتحط وبتحط وبتحط، انت ما عندكش الديتيلز بتاعه الاوبريشن، فانت بتاخد obtain information من الناس اللي شغاله في كافه المستويات الاداريه والاوبريشن، وبناء عليه بتبدا تعمل البوليسيز والبروسيجرز والريجليشنز اللي انت عايز تطبقها، وبتكومينيكيت الكلام ده تاني للناس عشان تبدا تطبقها. فيقول لك ان الانفورميشن اوبتيند فروم اند كومينيكيتد تو بيبل. طيب مهم قوي في الانفورميشن ان يقول لك ايه، جيف ذا رايت انفورميشن تو ذا رايت بيرسون ان ذا رايت تايم. دي نقطه مهمه. تمام، رايت انفورميشن رايت بيرسون مفهومه، واتكلمنا على موضوع الرايت تايم خلاص. فقصه الانفورميشن ما فيهاش كلام كتير. المونيتورنج، ودايما قلنا اخر نقطه هتبقى الايفالويشن والاسسمنت والمونيتورنج والقصه دي كلها. يقول لك دايما اوفر تايم، واتكلمنا عليها قبل كده، دايما اوفر تايم اون جوينج بروسيس، انت دايما بتعمل مونيتورنج للانترنال كنترول اكتيفيتيز بتاعتك. هل الكلام ده فاليد ولا مش فاليد؟ هل الكنترولز اللي انا كنت بتعامل بيها السنه اللي فاتت لسه تنفعني السنه دي ولا لا؟ ده يمكن توصل ان انت تقول هل الكنترولز اللي انا كنت شغال بيها الشهر اللي فات تنفع الشهر ده ولا لا؟ تمام؟ فمهم جدا تعمل مونيتورنج للكنترول اكتيفيتيز اللي عندك، هل هي لسه فاليد وريليفنت للاوبريشن والبروسيس والريبورتس والكومبلاينس اللي انت عايز تدور عليه ولا لا؟ طيب يقول لك ستيل ريليفنت ستيل فانكشنينج، كنترولز دي بتأدي المهام بتاعتها علشان موضوع التشنجز اللي بتحصل كونتينيوسلي. تمام، وذلك يقول لك ايه اللي حصل السنه اللي فاتت او حتى اللي حصل الشهر اللي فات، هل هو سافاليد ولا مش فاليد؟ ويقول لك خلي بالك المونيتورنج زي كنترول، تطبيق كنترول نفسه اونجوينج بروسيس، دايما انت في حاله مونيتورنج، وخاصه لما بخبرتك بقى في العمل بعد كده وتستشف تشنج معين حصل في منطقه معينه، تبقى انت بخبرتك وشغلك فاهم ان دي محتاجه كنترول جديد. يعني مش بالضروره هتبقى مونيتورنج و assessing و evaluating the control system on a daily basis كل السيستم، لا، خبرتك هتديك مساحة ان انت تتعامل مع نقطة معينة في وقت معين، ولكن انت overseeing الكلام ده طول الوقت. تمام، فيقول لك خلاصة الخمسة points بتوع ال control components هو ان انت عشان تعمل control system صح لازم يكون عندك control environment، لازم تعمل risk assessment، لازم يكون عندك كنترول اكتيفيتيز، من غيرها مفيش كنترول. ده هي دي قلنا الفريم ورك بتاعنا، الانفورميشن عينك عليها والمونيتورنج بتاع السيستم اللي انت بتطبقه. يبقى احنا كده خلصنا النهارده اول 3 بوينت اللي هو الكنترول الكوربريت جوفرنس والانترنال كنترول بالكومبوننتس بتاعتها. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم في قصه
الليجل اسبيكتس بتاعت الانترنال كنترول والاكسترنال اوديتورز باذن الله. بس